السلام عليكم. الدفاع الروسية تدمير راجمات صواريخ هيمرز في دونباس ومستودع لصواريخ هاربون بجنوب أوكرانيا. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد أن قواتها دمرت راجمات صواريخ أخرى من طراز هيمرز في دونباس، كما دمرت مستودع لصواريخ مضادة للسفن من طراز هاربون في أوديسا بجنوب أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيرغو كوشيانكوف في إفادة صحفية إن القوات الروسية دمرت بأسلحة برية عالية الدقة في منطقة كراسينو منصة إطلاق ومركبات تحمل راجمات صواريخ من طراز هيمرز أمريكية الصنع. وأضاف أن صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من الجو دمرت في إحدى مباني مؤسسة صناعة في مدينة أوديسا مستودع لتخزين صواريخ هاربون المضادة للسفن التي سلمتها دول الناتو لأوكرانيا. وذكر المتحدث أن ضربات عالية الدقة شنتها القوات الجوية الروسية على نقاط الانتشار المؤقتة للواء الآلي 92 في منطقة خاركوف، أدت إلى مقتل ما يصل إلى 200 فرد، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 10 مدرعات، ونتيجة استهداف نقطة تمركز إحدى كتائب لواء المشاة الآلي 60 في مقاطعة زاربوجين. تم القضاء على ما يصل إلى 65 من المسلحين القوميين وتدمير 10 قطع من المركبات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك دمرت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة خلال يوم الأربعاء مراكز قيادة وست مستودعات للذخيرة، وكذلك معدات عسكرية وقوات في 19 منطقة. وبين الذين قضوا مرتزقة أجانب في 4 نقاط انتشار مؤقتة في خاركوف ودونسيك. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.